قصدي لم يكن إهانة الدين ولا صلاة ولا مسجد، رغم أن الجميع يعلمون نيتي ومقصدي، وكان كلاما عفويا، وكنت أريد الكلام على العمل ونشاط وتشجيع الشباب ووا، ولكن بعد كل ما جرى ويجري الآن أريد أن أتقدم لجميع إخواني، إلى كل الجزائريين كبارا وصغارا، نساء ورجالا، بالاعتذار والتراجع لما فهم من كلامي. فربما قصدي معلوم، ولكن أخطأت ممكن في صياغة الكلام أو في العبارة التي اقتطعوها ونشروها، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من فعل هذا. أقول لإخواني، أنا الآن أتراجع عن كل هذا الكلام، وأسحب كل هذا الكلام الذي ظهر في هذا في سبيله تبارك وتعالى، فأنا أعتذر لجميع إخواني، وأسحب هذا الكلام، وأعترف أنني أخطأت في التقدير وفي الصياغة.